الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 19 بعد 100، مصطلح اقتصادي سياسي اجتماعي من لسان العربي الاقتصادي، معجم المصطلحات الاقتصادية. عنوان المصطلح قانون الانتظام السلوكي، Law of Behavioral Regularity. قانون الانتظام السلوكي، قانون الانتظام السلوكي Law of Behavior Regularity هو قانون، مصطلح مشتق من نظرية النظم System Theory، ومتسق مع قانون الانتظام الإحصائي Law of Statistical Regularity، وهو من ابتكار واضع المعجم. يقول هذا القانون الطبيعي بأن سلوك رعية دولة ما وحكامها يكون متساوقا من حيث النمط. وعلى سبيل المثال، لو كانت الرعية ممن يؤمن بالعقل والإبداع، فإن حكام الدولة يميلون نحو هذا العقل والإبداع. ولو كانت الرعية كسولة لكان حكامها كسالة. ولو كانت الرعية فاسدة فإن حكام الدولة يكونوا فاسدين، وهكذا. وهذا القانون يقابل القول المأثور كما تكون يولى عليكم. ومن الطبيعي أن يكون بعض الاستثناءات النادرة لهذا القانون. يعتمد هذا القانون على مبدأ عالم الاجتماع والفيلسوف الألماني ماكس فيبر، وذلك بربطه مبدأ التجاذب الطوعي Elective Affinity بين القوى، ويقصد بالقوى في هذا السياق قوى المجتمع وقوى الحكم. راجع مسرد تجاذب طوعي Elective Affinity، قانون الانتظام الإحصائي Law of Statistical Regularity، نظرية النظم System Theory.